وما زلنا مع الملف المصري، لكن من ناحية اقتصادية هذه المرة، فقد وافق مجلس النواب المصري اليوم على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مباع أيضا. وأقر المجلس إعادة البند لمشروع قانون تنمية موارد الدولة بعد أن كانت لجنة الخطة والموازنة قد رفضته في اجتماع سابق لها. من جهته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين بواقع 30 قرشا للتر الواحد لن يترتب عليها زيادة على المواطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رسوم تنمية موارد الدولة. وشرح الوزير للنواب أن الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية، وذلك من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول. وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ ممدوح الولي الخبير الاقتصادي. أستاذ ممدوح أحييك. حقيقة هذا الخبر محتاج الكثير من الشرح، يعني إيه هتزود على كل لتر مباع بنزين أو سولار 30 قرش وفي نفس الوقت المواطن مش هيتحمل هذه الزيادة، فهلك أن توضح الأمر لنا؟ يعني ببساطة يعني وزارة المالية فرضت رسم جديد على لتر البنزين 30 قرش ولتر السولار 25 قرش. قبل كده في شهر سبتمبر 2016 كانت برضو نفس الوزارة فرضت قيمة ضريبة قيمة مضافة برضو على البنزين وعلى السولار وعلى الكيروسين. الضريبة القيمة المضافة دي ورسم التنمية بتبقى جزء من تكلفة لتر البنزين، بحيث لما بتيجي اللجنة اللي بتنعقد كل 3 شهور عشان تحدد سعر البنزين خلال الثلاث شهور الجاية بتشوف العوامل اللي هتحدد على أساسها سعر البنزين ده، زي مثلا سعر البترول في العالم قد كام دلوقتي، سعر الصرف قد ايه دلوقتي، تكلفه النقل قد ايه، ومن ضمن الحاجات دي الضريبه المفروضه على البنزين. وبالتالي المكون بتاع الضريبه هو احد المكونات بتاعه التكلفه. والوزير الحقيقه يعني بعد ما قال للناس كعنوان انه ما فيش زياده، ما انت النهارده يعني لما هو هيفرض الضريبه دي انت هتروح تاخد البنزين بنفس السعر بتاع النهارده، بس بعد 3 شهور لما تيجي اللجنة بتاعة التسعير البنزين والسولار تحط السعر الجديد هتبقى عاملة حسابها انه اللتر البنزين مثلا 92 مكون فيه 48 قرش من ضريبة القيمة المضافة و30 قرش جداد من رسم التنمية، يعني 78 قرش، وهكذا في السولار. فبالتالي هذه التكلفة سيدفعها المواطن، ولكن المسألة مش مباشرة، يعني مش هتتم دلوقتي، لا هتبقى جوه التكلفة بتاع لتر البنزين. استاذ ممدوح حتى نختم، ليه البنزين، ليه أسعار الطاقة في العالم بتتراجع لكن ده ما بيعكسش في مصر على الأسعار المقدمة للمواطن في النهاية كما يحدث في بعض الدول؟ يعني انت شفنا انه البنزين البرنت يعني انخفض بحوالي 60%، وشفنا الامريكي انخفض باكثر من 70%، ورغم ذلك لم يهبط سوى سعر البنزين المصري باقل من 4% فقط، ولم ينزل سعر السولر ولا الكيروسين. وبالتالي يعني الحكومه بتحتجز هذه الفجوه او الفرق ما بين السعر العالمي والسعر اللي هي بيدفعه المواطن، وبتقول كمبرر ان هي بتوفره عشان الدعم لحاجات اخرى، رغم الحقيقه انه هذا الكلام غير منطقي، لانه في متغيرات حصلت في الموازنه بتساعدها ان هي هتعمل وفر. يعني الموازنه الجديده عامله حسابها على 61 دولار للبرميل، كل التوقعات العالميه بتتكلم على 35 40 دولار للبرميل. سعر القمح اللي هي حطاه، سعر القمح انخفض، سعر الفايده انخفض 3%، فده هيقلل عليها تكلفه الفوائد في الموازنه. يعني عندها الحقيقه ظروف مستجده بتوفر عليها. كمان المواطن بيسال، طب انت بتفرض النهارده رسم جديد على السولر وعلى البنزين، وفي نفس الوقت من شهر بتعفي الاجانب في البورصه من هم يدفعوا ضريبه الارباح الراسماليه،
وبتخفض ضريبة الدمغة على المتعاملين في البورصة سواء مصريين أو أجانب. هو من الأولى بالخفض، المتعاملين في البورصة ولا المواطن العادي؟ وبعدين إذا كنت أنت خفضت سعر البنزين مرتين، ربع جنيه في ربع جنيه، السرر ما انخفضش كمان. السرر ده مهم جدا لسواقين الميكروباص وبالتالي ركاب الميكروباص، الناس الفلاحين اللي هم مكنات الري، العربيات الربع نقل والنص نقل اللي بتستخدم السرر، فبالتالي بيأثر في مكون النقل في كل السلع خصوصا الخضر والفاكهه. فالحقيقه هناك تناقض بين البيان اللي قاله وزير المالية لما اتكلم على ان هو هيعمل تسهيلات على المواطنين. الامر الثاني، انت النهارده يعني عفوا استاذ ممدوح، لضيق الوقت لعلنا نستكمل هذا النقاش في وقت اخر. الاستاذ ممدوح الولي الخبير الاقتصادي كنت معي عبر سكايب من القاهرة، وما زال هناك جزء في الملف المصري سيستكمل، لكن مع زميلي مصطفى عاشور والذي سأنقل له الهواء الان وبث مباشر من داخل منزله لاستكمال المسائية. أحييك مصطفى.